فوائد الصوم في شهر رمضان. أعداد وتقديم الدكتور رضوان الصدفي. يومياً على الحياة فام، الإذاعة الأولى للصحة في تونس. الحياة فام، زهرة الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بمستمعين الكرام، مستمعي الإذاعة الحياة فام. شهر رمضان هذية هي حقبة زمنية نمر بها كل عام، والإنسان لابد أنه عندما يمر بحقبة زمنية معينة وخاصة لابد أن يضع لها أهداف. وهل الطريقة متاع العيش أنك تضع أهداف في حياتك هذه راهي مهمة ياسر، وما تلقاها كان عند الناس الناجحين. لو تلميذ، كل تلميذ يدخل للقسم يقول أنا سنة يلزمني ننجح نجاح باهر، لو يحط الهدف هذايا في باله بحول الله يوصل له. عامل بكالوريا يقول أنا مش ننجح من الأوائل، لأنه كي ننجح أنا من الأوائل مش ناخذ التوجيه الباهي. ولذلك وضع أهداف لكل حقبة زمنية معينة هذا يراه مهم ياسر. ما نحبوش يتعدى رمضان معناه كسائر الشهور، لا، يلزم يتعدى شهر خاص نحطه فيه أهداف. أهداف شهر رمضان نحطه هدفين اثنين. الهدف الأول هو التنقيص في الميزان، والهدف الثاني هو تحقيق الأماني. سأبين هذا الآن. وقت اللي نقوله التنقيص في الميزان هذه كان لاحظته ولا مطلب عند أكثرية الناس. الناس الكل تحب تنقص في الميزان، نساء ورجال. هذا علاش؟ لأنه للأسف أنه طريقة العيش متاعنا، نمط العيش متاعنا تبدل، ولا فيه برجة زايد، وأكثرية الناس عندها الزايد عليه. كل واحد يشوف للحزام متاعه وسيرى أنه لازم عنده الزايد. الزايد هذا هو سبب من أسباب الأمراض. ولذلك هذه فرصة في شهر رمضان عن طريق الجوع باش نقصوا في الميزان. خليني نقول لكم أنا باش تزيدوا تفهموا مليح البدن متاعنا كيفاش يخدم الفيزيولوجي متاعه كيفاش يخدم. وقت اللي نحنا ناكلوا البدن متاعنا يبدأ يخزن، ياخذك المآكل هذيك من الأمعاء يوصل الكبد. وكما تعرفوا انتم الكل أن الكبد هو المعمل متاع الإنسان، هو المخزن الكبير متاع الإنسان. وقت اللي المآكل بكلها اللي ناكلوها ما تكون سكريات بروتينات دهنيات ياخذها الكبد، والكبد هو يصرفها يعطي للبدن شنية الحاجة متاعه من الطاقة وإلا من الأسيد أميني عن طريق البروتين، والآخر الكل يعمل له ستوكاج يخبيه يخزنه. وذاك علاش أنه وقت اللي نحن ناكله زيت عملية التخزين تبدأ كبيرة برشا. الآن وقت اللي نبدأ جيعانين شنو اللي يقع في البدن؟ وقت اللي نجوعوا كما في رمضان نبدأ جيعانين، ما ناكلوا حتى شيء، ما ندخلوا لبدن حتى شيء من الفجر إلى غروب الشمس. فك الوقت هذاك البدن يلقى فرصته باش يتخلص من الزوائد هذيك بكلها، يحرقها. ولذلك الشحومات تنقص، كان فما سكريات زايدة يخرجها البدن، لأنه مش يتحرك ومش يقوم بمجهود، ولذلك مش يجبد الطاقة من المخزون اللي عنا. ولذلك نطلب منكم أنه كل واحد منا يحط أمام عينيه أن آخر رمضان لازم ينقص في الميزان 2-3-4-5 كيلو. أراهم باهين وفيهم فائدة صحية كبيرة ياسر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الهدف اللي نحبكم تحطوه وهو تحقيق الأماني. يقول خايل كيفاش أنا جيعان وصايم ومش نحقق الأماني متاعي؟ ينعم يا سيدي، وأنا مش نوضح لك كيفاش تحقق الأماني متاعك في شهر رمضان. وقت اللي نقوله نحن تحقيق الأماني هما شيئين اثنين. الشيء الأول هو أنه عندي حاجة هكا نقصتني وماذا بي نحقق، أرغب في تحقيقها في التجارة، في الدراسة، في الحياة الاجتماعية. هناك كلنا عنا رغائب وعنا أماني نتمناه باش يتحقق.
هي التحقيق الأمنية الأولى. التحقيق الأمنية الثانية هو أنه إنسان يعيش مشكلة معينة. كنا عايشين مشاكل إما صغير ولا مرض ولا تجارة كازدة ولا أي مشكلة من المشاكل. أنا نأكد لك أن في رمضان يقع حلها. كيفاش يقع حلها؟ وقت اللي نبدأ جعانين يا ناس، نحبكم تفهموا هذه، وقت اللي نبدأ جعانين المخ متاعنا يبدأ في أوج التركيز متاعه، يبدأ في أوج العطاء متاعه للتفكير. ولذلك ليش؟ لأن الدورة الدموية وهي تدور في البدن الكل، المعدة ما فيها شيء، الأمعاء ما فيهم حتى شيء، حتى الكلاوي ما فيهمش برشة خدمة، لأنه نحن ما نشربوا في الماء. ولذلك الدورة الدموية بكلها ستتركز في المخ متاعنا. وقت اللي تتركز في المخ متاعنا وفي العقل متاعنا يولي عملية التركيز قوية ياسر. والإنسان وهذا معروفة، الإنسان وقت اللي يركز في المشكلة اللي عنده يحاول الله يلقى له حلول. وإذا كان يحب يحقق أماني بالتركيز يلقى الوسائل والطرق الكفيلة باش يحقق الأماني متاعه. وإن شاء الله ربي يتقبل صيامنا. فوائد الصوم في شهر رمضان. أعداد وتقديم الدكتور رضوان الصدفي. يوميا على الحياة فام، الإذاعة الأولى للصحة في تونس. الحياة فام، زهرة الحياة.